طلبت الحوار من رئيس الجمهورية أو مع رئيس الجمهورية؟ كيف أطلب حوار؟ هو لازم، أنا أهينت يعني، أنا هاي إهانة إلي للمكون المسيحي، وهذا نوع من يعني مثل ما قلت لك اضطهاد ناعم مبطن إلي وللمسيحيين حتى يهاجر يعني، وحتى هذول يستولون على أملاكنا. يصير اعتداء على أحد أو استهداف عائلة أو شخص أو أحد أفراد الجيش، رئيس الوزراء راح يزوره لتطيب خاطره. زين نحن هالتعدي، وتعدي أيضا صار من قبل رئيس الجمهورية، أنا شنو ما راح أتوسل بينه يعني، أنا راح أطالب حقي قضائيا، وقدم الطعن بالمحكمة إلى القضاء، وإذا هذا ما حصل أقدم إلى المحكمة الدولية بحق رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية وريان. طيب معناته هو فاقد الأهلية. أكو كلام أقول هذا، رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، ما يخرق الدستور. انت 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 وصفته بانه فاقد الاهليه؟ لا لا لا، هذا كذب من ريان. انا قلت شرحت القصه، انا قلت فخامه رئيس الجمهوريه اصغى الى 4 نواب وسحب مني المرسوم الجمهوري، وغدا يروحون 4 نواب اخرين ويعملون شيء، ونائب اخر او كتله اخرى و الى اخره. هاي راح هدف منها راح تؤدي الى ان يوصف بانه فاقد الاهليه، لان اسمع هذا وهذاك، بس انا ما قلت رئيس الجمهوريه فاقد الاهليه، اي مقطعوا الكلام يعني. هذا ما اول مره، هاي قناه العراقيه اللي هي لريان والشلة تبعه. معناته هو فاقد الأهلية. أكو كلام أقول هذا، أقول رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، ما يخرق الدستور، وراح يصير شيء أيضا دولي، وهذا لازم الحكومة العراقية خصوصا رئيس الوزراء يدرك خطورة هذا القرار اللي هو من صلاحية رئيس هو منصب تنفيذي ما تشريعي. ما هو يصلح الدستور؟ ما هو يعدل الدستور؟ هو البرلمان، هو لازم يقدم البرلمان. إذا اليوم راحوا 4 من النواب من 329 طلبوا سحب المرسوم، غدا يروحون 10 نواب يطلبوا ماشي، هم راح يعملوا هذا عين شنو هذا؟ وراح يصير شيء أيضا دولي، وهذا لازم الحكومة العراقية خصوصا رئيس الوزراء يدرك خطورة هذا القرار اللي هو من صلاحية رئيس الجمهورية، هو منصب تنفيذي ما تشريعي. ما هو يصلح الدستور؟ ما هو يعدل الدستور؟ هو البرلمان، هو لازم يقدم البرلمان. إذا اليوم راحوا 4 من النواب من 329 طلبوا سحب المرسوم، غدا يروحون 10 نواب يطلبوا ماشي، هم راح يعملوا هذا عين شنو هذا؟